السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة القطار عنكم يومين لظروف. اليوم بنواصل بإذن الله التفسير من 170 إلى 181. مع التزامكم بالجدول، التزموا بالجدول في الحفظ يوميا، واليوم مراجعة، لكن بإذن الله مع رمضان بإذن الله أخلص تفسير البقرة إن شاء الله. هذه أهم الكلمات التي تحتاج إلى توضيح. بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا، ينعق أي يصيح، وما أهل به لغير الله أي ذكر غير اسم الله عند ذبحه، غير باغ أي غير ظالم، ولا عاد أي غير متجاوز لحد الحاجة. ليس البر، البر هو التوسع في الخير. ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن أهله، وفي الرقاب أي تحرير العبيد. والصابرين في البأساء أي الفقر والضراء المرض، وحين البأس أي حين شدة القتال. كتب أي فرض، ترك خيرا أي ترك مالا كثيرا. هؤلاء الكفار عجيب أمرهم، لو قيل لهم اتبعوا الحق اتبعوا الهدى يقولون بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا. أيعقل أنكم تتبعون آباءكم حتى ولو كانوا لا يعقلون شيئا عن الله ولا يعقلون شيئا عن الهدى؟ مثل هؤلاء الكفار كمثل ذلك الراعي الذي يصيح في أغنامه بلغة غير مفهومة، حتى الأغنام لا تفهم ما يقول، لكنهم مجرد سياح. هذا هو مثل هؤلاء الكفار، صم بكم عمي فكيف يعقلون الحق والهدى. ثم جاء نداء إلى أهل الإيمان بتحري الأكل المطعم الحلال الطيب وشكر الله تعالى على ذلك بحسن العبادة. والأصل في المأكولات أنها كلها حلال، لكن الحرام هو القليل المستثنى، الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله. ومن رحمة الله تعالى أن المسلم إذا اضطر إلى أكل هذا الحرام فإنه يجوز له ذلك، لكن بشرط غير باغ ولا عاد، أي غير ظالم تكون حاجته حقيقية، ولا عاد بحيث لا يتجاوز فوق حاجته. ثم جاء التهديد إلى أولئك الذين يكتمون الحق، يعلمون أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام حق لكنهم يكتمونه لأنهم يشترون به ثمنا قليلا. من أجل المحافظة على مناصبهم ومن أجل المال الذي يأخذونه من أتباعهم فإنهم يكتمون الحق لكنهم ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هؤلاء عرفوا الحق فكتموه، عقدوا صفقة، اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فهل يصبرون على النار؟ جعل الله تعالى مأواهم النار لأن الله تعالى أنزل هذه الكتب السماوية بالحق، وهؤلاء الذين اختلفوا في هذه الكتب لفي ضلال وشقاق بعيد. ليس الخير المرضي عند الله سبحانه وتعالى أن تتوجه جهة المشرق أو المغرب وتختلف في ذلك، لكن البر كل البر من حقق الإيمان، والإيمان هذا إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أيضا الحرص على بذل المال مع الحب والحرص على ذلك في وجوه الخير. آتى المال لذوي قرابته ولليتامى والمساكين وابن السبيل المسافر المنقطع عن أهله والذي يسأل الناس حاجته وفي تحرير الرقاب، إضافة إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر في الفقر والمرض وحين شدة القتال. من أتى بهذه الأصناف من البر والخير أولئك الذين صدقوا وأولئك الذين حققوا التقوى ومخافة الله. ثم أتى نداء إلى أهل الإيمان، وهي آية متعلقة بالقصاص، القاتل يقتل إلا إذا عفى المقتول قبل موته عن القاتل أو عفى وليه عن القاتل فإنه يعفى عنه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ولكم في القصاص حياة، يا الله بالقصاص تحقن الدماء ويدفع الاعتداء، وهذا يدركه أهل الألباب أي العقول. وفرض الله تعالى على من حضره الموت أي مقدمات الموت إن ترك مالا كثيرا أن يوصي للوالدين والأقربين بما لا يزيد على الثلث، وهذا الوجوب كان في أول الأمر، ثم نزلت بعد ذلك آيات في المواريث توضح لكل ذي حق حقه، وعلى الجميع تنفيذ هذه الوصية، ومن سعى لتبديل هذه الوصية فإنما عليه الإثم والله يسمع ويعلم.